اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا شبكه وصناره. النهارده عندنا جمبري بالكاري وهعمل جنبه رز بالمشروم. اقول لحضراتكم المكونات، ابتدي بالرز، مشروم، كوبايه رز، بصله، زبده، وتوم. جمبري بالكاري، عندي جمبري وسط، بصله، بودره كاري، لبن جوز هند، زنجبيل، وليمون جراس اللي هو حشيشة الليمون. هبتدي الأول أجهز الرز عشان الرز هياخد مني شوية وقت، أو يعني هياخد وقت وهو بيستوي. فإيه، حل على النار. أنا هعمل الرز بالمشروم على مرحلتين، تقدروا تعملوه على مرحلة واحدة بس ألازم إنه يتعمل على مرحلتين، علشان لو أنا عازم ناس وفي حد ما بيحبش المشروم على الرز أقدر إن أنا أديله رز من غير ما يبقى فيه مشروم، فدي حاجة ترجع لحضراتكم. طبعا رز يبقى ايه، زبده، وزبده كتير. اللي بيعمل دايت او بيعمل نظام غذائي يقدر يستعمل زيت زيتون. انا هعمل كوبايه رز واحده، يعني تقريبا معلقتين زبده كبار. هحط عندي نقطه صغيره بس من زيت الزيتون علشان الزبده ما تتحرقش، يعني معلقه صغيره. تمام، اهم حاجه بقى نفتكر دايما نعاير الرز، عشان الرز من الحاجات اللي لو ما اتعايرتش بتبوظ. طبعا مع الخبره، طبعا ستات البيوت، الناس اللي تطبخ بقى لها فتره بيبقوا عارفين بالظبط هم بيعملوا ايه، لكن عشان لو حد بيبتدي لسه بيتعلم يبقى عارف، او تبقى عارفه الكميه اللي هتتعمل بالظبط قد ايه. ده رز بسمتي. تمام، رز بسمتي، كوبايه رز لكوبايتين ميه، الرز العادي كوبايه لكوبايه اللي هو الرز المصري بتاعنا، فدي بما يعادل كوبايه. هزودها شويه كمان. اول لما ايه تبتدي الزبده تبقى قليل، مش لازم زبده تسيح خالص، ممكن ابتدي احط على طول كده. اخلي دي دايما جنبي او الكوبايه اللي هستعملها علشان اقدر ان انا زي ما عايرت رز اعاير بيها، مفيش حاجه تروح مني او مفيش حاجه تبقى زايده. كل بقى ما اقلب الرز واسيبه براحته يتشرب زبده ويتشوح يبقى مفلفل معايا. ممكن طبعا تعملوه مسلوق لو انتوا عايزين ما يبقاش الرز زبده، ممكن يتعمل بمسلوق، يعني رز على طول، يعني كوبايه رز كوبايتين ميه، سيبوه على النار لحد لما يستوي ويطلع مسلوق. هسيبه برده ايه يتشرب على قد ما اقدر بحيث ان هو يبقى فيه كل حاجه مستويه. المشروم من الفطريات او الفطر، يعني هو بيشرب ميه، فخلي بالكم ما نغسلش المشروم جامد، او يفضل ان احنا نمسحه بفوطه او نمسحه بمنديل، بلاش ان احنا نغسله. بنغسله بيشرب ميه وبيبتدي يعمل شغلانه في الطبخه، بيلخبط الطبخه. يعني لو انا عامل رز بمشروم هيبقى الميه زادت شويه، هينزل ميه، فالميه هتزيد، هتبقى تخلي الرز ممكن يعجن مننا شويه. هاخد حوالي اربع قطع مشروم كبار. خلي بالكم المشروم لما بيستوي على النار بيخس جامد قوي، فعايزين دايما نبقى ايه مركزين ان الحاجه ما تبقاش قليله مننا، يعني دايما الحاجه لو زياده كويسه، الحاجه لو قليله مش تمام، يعني دايما نخلي كل حاجه بزياده اقدر استعمله في اي حاجه تاني بعد كده. انا هسويه ده لوحده وده لوحده. ريحه الزبده مع الرز البسمتي بتبقى حاجه تجنن. هخلي المشروم جنبي كده وهعمل معاه بصل وثوم. برضو نقدر ان احنا نستغنى عن البصل، نستغنى عن الثوم، كل حاجة على حسب احنا بنحب ايه. هاخد تقريبا يعني تلت البصلة، اقطعها كده على قد ما اقدر صغيرة علشان لو في حد بيتضايق تاني من البصل في الاكل. السكينة دي مش تمام. التقطيعة ترجع لحضراتكم، انا بفضل كل حاجة تبقى متقطعة صغير على قد ما اقدر علشان ما تجيش في البق وتضايق. بس في اكلات معينة، يعني مثلا هعمل جمبري بالكاري دلوقتي، بحتاج ان انا اخلي البصل كبير عشان هخلي الزنجبيل كبير، واخلي الليمون جراس اللي هي حشيشة الليمون كبير، فخلي كل حاجة تبقى متناسقة مع بعض، مش عشان الشكل بس، كمان علشان كل حاجة تستوي نفس درجة السوا. كده بالنسبة للرز اقدر اقول ان هو هيطلع مفلفل. هجيب بقى ميه، انا مسخن ميه جاهزه، خلي بالكم بقى لان الحاجات دي بتسخن وبتلسع، فايه
بالخبره بتعرفوا الرز البسمتي بالذات بيبقى صعب شويه ان احنا نعرف، لانه بيحتاج كوبايتين، لكن لو رز مصري عادي كوبايه واحده، فبالشكل بتعرف. او لو حطينا صباع من صوابعنا بيغطي بس اول عقله كده، يبقى المايه واصله لحد هنا والرز تحت. لازم في الحاله دي بقى اوطي عليه عشان ما يتحرقش، يعني الغليان الكتير ده مش كويس. هوطي عليه يمكن خليه على درجه واحد او حاجه، قلبه تقليبه كده. متنسوش الملح، عايزين تحطوا ملح، فلفل، قرفه، ايا كان الحاجه اللي الواحد بيحبها يقدر يعملها. كل مره بنحاول نعمل رز بحاجه مختلفه، وده هيتساب عاده. الرز بيتساب من 18 ل 20 دقيقه لو انا عامل حله كبيره. لو عامل حله صغيره افتكروا ان هي ممكن يبقى الوقت اقل شويه، لان الحله او الكم بيفرق في السوى. انا كده ايه، عايز بس اخلي البصل كله يبقى صغنن عشان اكسب وقت. هعمل المشروم لوحده وبعد كده احط الاثنين على بعض، يعني اقدم طبق رز واحط عليه المشروم من فوق. مش هعمل فيه حاجه جديده خالص. زيت زيتون، بصل، ثوم، مشروم، يستوي ويخس شويه يعني حجمه يقل، وبعد كده احطه فوق الرز. علي النار سنه. دايما خليكم مركزين في موضوع تعليه النار، تعلي النار وتوطي النار على حسب الطبخه محتاجه ايه. هزود شويه في زيت الزيتون عشان المشروم زي ما اتحركوا بيشرب اي حاجه، يعني هو ده ممسوح بفوطه مش مغسول بميه، فهو اول لما هينزل في الزيت هيبتدي يشرب، والبصل كمان هيشرب من الزيت. ألذ حاجه كل حاجه تبقى جاهزه كده قدامي، علشان اول لما الزيت يسخن ويجهز اروح انا على طول ايه، 1 2 3 4 الخطوات كلها ورا بعض، ما يبقاش عندي اي لخبطه في اي حاجه. فصين توم كده، شيل الحرف. طبعا انا بقطع الحاجه دايما اول باول علشان ما فيش حاجه تسود او فيش حاجه لونها يتغير، يبقى كل حاجه فريش وكل حاجه طازه قدام حضراتكم. برضو اركز مع الزيت علشان ما يسخنش قوي، علشان لو سخن قوي هيلسع البصل بسرعه. جرب كده لسه شويه، عندنا وقت مفيش مشكله. اقطع في التوم لحد لما يصغر خالص. من وقت للتاني كده ابص بص على الرز علشان انا مش عايزه يبقى بيغلي كده. انا لما بسيب الغطا مقفول الضغط بتاع الدخان اللي طالع بيفضل يخلي الحله سخونتها تزيد، فايه بتبقلل. فلما بفتح عليه كده بطلع البريشر، بطلع الضغط منه، فبتخف الحراره، درجه الحراره اللي جوه الحله. هخلي دي هنا كده. بدا البصل يشتغل. احلى صوت في الدنيا صوت لما البصل بينزل في الزيت، بعد بحس ان بيعمل حاجه مظبوطه. شويه ملح صغيرين. افتكروا انا ملحت الرز، تمام، هملح برضو المشروم، واخلي البصل يبتدي يحصل له عمليه جفاف من ايه، من الملح. قبل ما يبقى بني انا استعملت بصل احمر، مفيش مشكله خالص، ممكن تستعملوا بصل ابيض. البصل الاحمر بيبقى مع المشروم يعني بيدي لون، بيغمق اللون شويه. لو حسيتوا احنا شغالين كده ان الزيت قليل مفيش مشكله خالص، هزود شويه زيت. عايزين تخلوا فيه طعم اكتر حطوا حته زبده، يعني في حته زبده قدامي عماله اشاور عقلي ان انا اخدها احطها كده. البصل لونه بدا يوصل للحته، او يعني بدا يبقى شفاف سنه. اروح الثوم معروف اول لما ابتدي اشم ريحه الثوم يبقى انا كده ايه، انا على المرحله اللي بعديها اللي هي احط المشروم. كده ريحه الثوم طلعت بالعين بقى كده. لو حسيت ان المشروم قليل اقدر ازوده. المشروم بالذات بالطريقه دي كده عادي جدا، ممكن بالليل قبل ما الواحد يتفرج على فيلم ولا حاجه ممكن لو فاضل حبه من دول يطلعهم يحطهم في ساندوتش مع حته جبنه ولا حاجه، هيشتغل كويس جدا. بص زي ما قلت لحضراتكم، شرب كل المشروم، شرب الزيت كله. هديله شويه زيت كمان.
وغالبا هحط حتة الزبدة دي بس شوية لما يبتدي يمسك نفسه شوية. أهم حاجة الصبر، دي كده لوحدها أكلة يعني، دي ممكن عادي خالص حط عليها شوية كريمة لباني وحطها على المكرونة، حطها في ساندوتش مع جبنة مع لحمة مع يعني أي حاجة باقية من الغداء، أي حاجة باقية من امبارح في التلاجة تقطع وتحط تتاكل، هتبقى كويسة أوي. فلفل اسود طبعا ده اختياري، معلش الصوت، بس احلى حاجه الفلفل الاسود يبقى جاي على طول من المطحنه عشان بيبقى طازه. بص على كل واحده مشروم، بص على كل واحده لحد لما اتاكد ان كلهم وصلوا لدرجه السوى اللي انا عايزها. اخبار الرز كده، دي هتبقى اخر تقليبه واسيبه بقى يشرب بقيه المايه اللي فيه. يعني انا كده بالنسبه لي المشروم تقريبا بدا على 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 سوا. طبعا لما جربوا الطبخه دي هتعرفوا الريحه اللي انا شاممها حتى والدنيا والهواء مفتوح، يعني في مكان مفتوح وفي هواء كتير، بس ايه الريحه تمام. انا مش قادر اسيب حته الزبده دي لان لو سبتها هتسيح، فخلينا ايه نستعملها، ناخد الحاجات اللي ملهاش احتياجات. طبعا بقى بالزبده موضوع تاني خالص، لو كله بيحب المشروم وكله هياكل الرز بالمشروم ممكن قبل ما الرز يخلص سواه ممكن اروح قالب الكلام ده كله، بس انا بفضل دايما ان انا مش عارف ممكن قاعد في البيت حد من صحابي دخل عليا ما بيحبش المشروم وعايز ياكل فياكل رز من غير مشروم. انا شخصيا بعمله لما هاكل انا لوحدي هعمله بالمشروم على طول. بص على الرز، يعني بالكتير 5 دقايق ممكن اولع بقى ايه وابتدي اشتغل في الجمبري، يعني هنقل دي على العين اللي قدام وابتدي اشتغل في الجمبري. هو كده استوى خلاص، اطلع فاصل وارجع لحضراتكم يكون المشروم استوى والرز خلص استوى، واكمل مع حضراتكم بقيه الطبخه الثانيه. كده المشروم استوى خلاص، زي ما قلت لحضراتكم شفتوا حجمه قل قد ايه، والرز كمان استوى. اهم حاجه بقى ايه، الواحد لازم يدوق، يعني مش لازم حتى معلقه بس ادوق استوى ولا لا، عشان استوى ومفلفل وزي الفل. هي طلعت فانا هدوقها، ملحها مظبوط بالنسبه لي، بس لو عايزين تزودوا ملح تقدروا تزودوا شويه، صغنطتين جدا. اغرف بقى رز في الطبق ده، كبشه 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 مقصوصه. ايه دي الرز، انا بالنسبه لي رز البسمتي ده ممكن اكله كده من غير اي حاجه خالص، يعني ما مش محتاج ان انا احط عليه اي حاجه. دي خلاص دي بتاعت المشروم، يعني بقى الكمية اللي حضراتكم تحبوها، عايزين تملوها رز تمام، عايزين تخلوه شوية، يعني هي ممكن يفضل منه شوية. يبقى ايه دي الرز بالمشروم. ابتدي بقى اشتغل في ايه، في الجمبري بالكاري. سكينة نظيفة نضف الدنيا كده، هنا مفيش اي حاجة خالص، دي كل اللي عليها بصل وثوم، وانا مش هعمل حاجة تاني غير بصل وثوم وجنزبيل او باسم الصح زنجبيل. كل
كل حاجة زي ما الإنجليز بيقولوا clean as you go، يعني مفروض كمان ولو بتشتغلوا في المطبخ على طول يعني كل حاجة، طاسة تطلع تروح على الحوض تتغسل، أي حاجة تطلع تروح على الحوض تتغسل علشان ما يبقاش في حاجة تعطلنا. ادي السكينتين دول مش نضاف. طيب الجمبري، الطبخة دي تتعمل بجمبري بقشره ومن غير قشره، بس أفضل إن احنا نجيب جمبري متقشر ومتشال منه الظهر، يعني في خط اسود ورا كده ده بيتشال تحت حنفيه، طبعا احنا منظفين الكلام ده، فيفضل ان ده يبقى معمول. في ناس بتحب تعمله بالجمبري اللي بقشره برده، مش هيخسر في حاجه خالص، بس ممكن بمقص كده نقص القشر بتاع الجمبري من فوق ونشيل الحته بتاعه الكيس اللي بيقولوا كيس الفضلات او كيس الرمل. طيب انا هاخد تقريبا نص بصله دي بقى هقطعها حلقات، يعني مش هعمل فيها حاجه خالص غير ان انا اقطعها كده، واحاول اخلي كل الحاجات التانيه اللي هقطعها تبقى متقطعه بنفس الحجم. فرطها كده. الطبخه دي بقى من شرق اسيا، تقدروا تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. في ناس بعد ما بتعمل الطبخه دي في النص بيزودوا عليها معلقه صلصه الطماطم عاديه خالص، بتبقى بتخلي اللون يتغير بقى، بيبقى اللون مختلف شويه، وطبعا بتزود على الطعم، بس انا بحب اعملها كده. في انواع كتير قوي من الكاري، في تقريبا اشهر ثلاث انواع هم ثلاثه، الاصفر والاحمر والاخضر. الاحمر اللي هو اكتر حاجه حراقه، والاصفر والاخضر بيتراوحوا بقى على حسب هتزودوا عليهم فلفل ولا لا. الكاري في حد ذاته الاحمر بس هو اللي فيه حراقه احمر لانه فيه شطه كتير، الاخضر والاصفر مفهومش، فعلى حسب الكميه اللي محطوطه فيه بتبقى ايه درجة الحرقان اللي هي درجة الشطة. يعني زيت زيتون، عادة الفار ايست ما بيستعملوش زيت زيتون كتير، بس انا طول ما قدامي زيت زيتون بفضل ان انا استعمل زيت زيتون، فوائده اكتر وطعمه احلى. اغلب الطبخ الاسيوي بتطبخ في ووك اللي هي دبليو كي، مش ووك نمشي، هي اسمها ووك علشان بتبقى مصنوعة من ماتيريال اخف، فبتسخن اسرع وبتسوي الحاجة بطريقة أسرع. طبعا الجمبري من الحاجات اللي محتاجة ايه نار قليلة قوي، وقت على النار قليلة قوي. ده حوالي يعني أقل من 400 جرام جمبري. عندي البصل خلاص كده، هجهز الثوم برضو. الثوم اختياري، يعني ممكن ثوم وممكن لا، لأن الكاري طعمه جامد قوي والثوم طعمه جامد قوي، فمش عايزين نخلي حاجه تبقى واخده على حاجه، عايزين نخلي الكاري هو اللي طعمه طاغي اكتر حاجه كده. فصين، عايز معلقه خشب، عايز اسوي البصل قبل ما يبقى شفاف، يعني عايز سوى البصل ما يبقاش جامد قوي، عايز احس بطعم البصل وانا باكل. بعدين انا بعمل جمبري فمفيش الموضوع ما بياخدش وقت خالص. ثوم، افتكروا بقى الحته دي دلوقتي، انا لو حطيت الجمبري وبعدين حطيت الكاري اللي هيحصل كالاتي، ان الجمبري هيستوي بسرعه جدا، وعلشان اسوي الجمبري عشان اسوي بقيه الحاجات معاه واسوي الليمون جراس حشيشه الليمون والزنجبيل والكلام ده كله، في الاخر هلاقي الجمبري بقى عامل بالظبط زي ما اكون باكل حته كاوتش، حته لبانه مش عايزه تدوب في بقي. فايه هعمل كل حاجه، وفي الاخر خالص قبل ما احط كريم لبن جوز الهند هبتدي احط الجمبري عشان يا دوب ياخد لسعه، وبعدين احط كريمه جوز الهند او لبن جوز الهند، اسف. معلقه كبيره كده حلوه، وقلب. طبعا الريحه مش قادر اقول لكم عامله ازاي. هسيبهم بقى يمتزجوا مع بعض. حشيشه الليمون ما كانش عندنا منها خالص في مصر، دلوقتي بقت موجوده في كل حته في كل السوبر ماركت الكبيره. هخليها زي ما هي، بس هخبطها بظهر السكينه كده عشان بس تطلع اللي جواها، لان هي طعمها جامد جدا محدش بياكلها. يعني ساعات هما في الفار ايست لما بيعملوا شوربه بيقطعوها صغير كده
بيعملوها بالمنظر ده ويحطوها في الشوربه. انا ده بالنسبه لنا احنا يعني في ناس كتير قوي مش واخده على طعمها فما بتستحملش الطعم ده، فانا بخليها زي ما هي بس بخبطها كده. هاخد حته دي بس كده مش هاخدها كلها، وهخليها كلها كده واضحه علشان اول لما تيجي مع حد يقدر يطلعها من الطبق وايه يستغنى عنها. وبعد كده الزنجبيل، طبعا مش قادر اقول لكم على فوائد الزنجبيل، هو اسمه الحقيقي الاسم الصح زنجبيل، احنا بنقول عليه جنزبيل. هاخد منه حته يمكن قد عقلتين صباع، وبرده هقطعها كبيره علشان ما تبقاش طعمه جامد جدا. في ناس بتحب طعمه، في انا لما بيكون عندي برد او كحه بشرب منه بغليه واشربه يبقى طعمه حلو قوي، بس في ناس ما بتستحملوش. لكن الاكل الاسيوي لازم يبقى فيها الطبخه دي، مش لازم قوي يعني، ممكن برضو تستغنوا عنها لو عايزين، بس عشان الواحد يحس ان هو فعلا في الجو الاسيوي كده. كده كل حاجه استوت مع بعض، اقدر دلوقتي احط الجمبري. انا عايز على قد ما اقدر ما امسكش حاجه بايديا، مش عشان حاجه بس علشان ما امسكش حاجه تانية وتبقى الدنيا فيها ريحه زفار او فيها ريحه جمبري. اي حجم جمبري ينفع يعني، المتاح هينفع، لو جمبري صغير ينفع، كاري يتعمل، لحمه يتعمل، سمك يتعمل، فراخ ضاني، اي حاجه، بتلو مفيش. بالظبط كده احنا قدامنا في الطاسه هنا من 3 ل 4 دقائق، لان الجمبري كمان لما بينزل الطاسه بينزل درجه حرارتها، ف بياخد له مثلا 3 4 دقائق بالكتير قوي ويكون استوى كده. ممكن درجه الحراره السخونيه بتاعه البصل وكل المكونات اللي جوه بتظبط كل حاجه. دلوقتي لو عايزين تخلوه حراق قرن فلفل واختياري بقى، لو عايزين تخلوه يبقى حراق ماشي، عايزين تخلوه زي ما هو كده هيبقى فيه سنه لسعه، لان الزنجبيل فيه سنه مش حراق بس فيه سنه حاد، طعمه حاد يعني. نفضل بقى اقلبه كده، مستني عليه بس يسخن، ودايما اخد كل الحاجات اللي فوق دي. انا عايز واحده جلد عشان اقدر الم كل البهاريز اللي في الجناب دي وانزل بيها لتحت كده. دلوقتي ممكن ادوق الجمبري واشوفه استوى ولا لا، حتى الجمبري لو اتاكل ني مش هيعمل حاجه يعني، مش مضر، بس دي هتبقى كبيره قوي لو اكلتها كده وسخنه. مستوي ومظبوط، حاجة مهمة قوي، ما تخافوش ان الجمبري يعني دقيقتين او دقيقة ونص وطلعوه، ما تخافوش خالص. الناس كلها بتخاف، لما تخافوا على من الجمبري ان هو ما يستويش بينشف منكم. انا شايف ان هو كده مظبوط. اخر مرحلة لبن جوز الهند موجود في كل حتة، كوباية 200 مللي، على حسب ما انتوا عايزين بقى، عايزين تستنوا لحد لما اللبن جوز الهند يتقل يقصر يعني يبقى القوام بتاع الصوص اكتر، استنوا عليه بس مش كتير علشان الجمبري ما يحصلوش ان هو ينشف. انا شخصيا شايف ان هو كده، مجرد ما هسمع صوت بقلالة او اشوف اي حاجه بتسمر من الجناب يبقى انا كده خلاص خلصت. في الحاله دي ممكن لو عايزين تستغنوا بقى عن الليمون جراس، الحشيش، حشيشه الليمونه طلعوها، عايزين تخلوها خلوها. انا كده بالنسبه لي خلاص، انا كده خلصت هنا، اقدر اجيب البوله. في ناس في الاخر لو عاملينه حراق قوي بيعملوا جنبه زبادي، في ناس بتحط كزبره بقدونس بعد ما بيخلص خالص، كل ده اختياري. انا بالنسبه لي ده كده تمام جدا، بالراحه بقى عشان ما بهدلش الدنيا. جميل جدا، نضف بس الطبق كده. عايزين بقى تزوقوه، عاوزين تحطوا بقدونس، كزبرة، اللي موجود يخلي فيه
شكل، ويبقى النهارده كده عملت رز بسمتي بالمشروم، جمبري بالكاري. الف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.